السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا هشرح لكم تحديات أهداف الموسم الإضافية الأسبوع الثالث عشر أو الـ13. عندنا 7 تحديات نفس كل أسبوع. في التحدي الأول يقول لك افتح صناديق الإنتاج عند وادي الشقة أو الصوت الناعس. أول ما تحط على التحدي يبين لك موقعين. إيش هي صناديق الإنتاج؟ صناديق الإنتاج هم قصدهم صناديق الفواكه والخضروات، هذه شايفينها. كل اللي عليك انك تفتح 5، انا فتحت الحين 4 وهذا الخامس والاخير. فين تحصلوها؟ تحصلوها وسط المطاعم، في السوبر ماركت، في اي بيت وسطه مطبخ. اول ما تدخل حتحصل صندوق زي هذا، كل اللي عليك انك تفتح 5. تقدر تفتح في المنطقة هذه 3 والمنطقة الثانية 2، او كل جيم تفتح 1 براحتك، اهم شيء تفتح 5 صناديق. طب في التحدي الثاني يقول لك استخدم مشروب شوب في محطة وقود. اول ما تحط على التحدي يبين لك جميع مواقع المحطات. ايش هو مشروب شوك اللي هو قصدهم هذا؟ كل اللي عليك انك تستخدمه في اي محطة، يعني اذا انت نزلت محطة وما حصلته جيبه من اي مكان واستخدمه في المحطة عشان يسوى معاك التحدي. لاحظوا معايا، شوف كده يسوى معاكم التحدي على طول. طب في التحدي الثالث يقول لك استخدم قاذفات شباك سبايدر مان وتأرجح أسفل الجسر في صحراء الجسور أو الجسر الكبير أو الجسر المغطى. أول ما تحط على التحدي يبين لك 3 مواقع، كل اللي عليك تروح موقع من المواقع هذه. أنا في الموقع هذا، شوفوا كيف تسوي التحدي هذا. تيجي هنا في هذه الناحية أو الناحية اللي هناك تقدر تسوي التحدي. كل اللي عليك إنك تطير وتيجي على الشباك هذه اللي تحت، يسوي معاكم التحدي على طول. فهمتوا كيف؟ يعني كل اللي عليك تطير وتيجي على الشباك هذه، يسوى معاكم التحدي. في الوسط ما حيسوى معاك، يعني في هذه الناحية أو هذه الناحية حيسوى معاكم التحدي على طول. طب في التحدي الرابع يقول لك اجمع المعادن في الوادي المحطم أو محطم الرياح أو شاطئ الصدى. أول ما تحط على التحدي يبين لك 3 مواقع، كل اللي عليك إنك تروح أي موقع من المواقع اللي هم محددينها وتلم 100 من الحديد. زي كده لاحظوا الحين. انا اجمع 70، شوف كده سوى التحدي. تقدر تسويها في كذا جيم، يعني اذا جمعت شويه واحد قتلك انزل في منطقه ثانيه وجمع الباقي، يتسوى معاك التحدي. طب في التحدي الخامس يقول لك اجمع السبائك عدد 300. ايش هي السبائك؟ هم قصدهم سبائك الذهب. من فين تجمع السبائك؟ تقدر تلاقيها من الصناديق، وفي اماكن تلاقي فيها ذهب مره كثير زي هذه الفرش، شايفينها؟ هذه تعطيك ذهب مرة كثير، الأسرة هذه كمان تعطيك مرة ذهب كثير، بعض الأحيان تعطيك 70، 80، 100، كل اللي عليك إنك تجمع 300 من الذهب في أي مكان، وتقدر تسويها في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد. طيب في التحدي السادس يقول لك ألقي حقيبة إسعافات أو ضمادات أو مشروب درع في أثناء الانزلاق، عدد 3. كيف تسوي التحدي هذا؟ كل اللي عليك إنها تاخذ درع أو ميدكيت أو باندج اللي يعجبك. بس تتزحلق وترميه. شوف يسوى معكم التحدي على طول. تقدر ترمي 3 مرة واحدة، وتقدر الشيء الواحد تكرره 3 مرات يسوى برضو معاكم التحدي. طيب في التحدي السابع والاخير يقول لك الحق الضرر بالخصوم باستخدام شوز هجومي بعتلة، عدد 200. شوز هجومي هم قصدهم الشوتجن هذا، كل اللي عليك انك تدمج فيه 200. تقدر تسوي هذا التحدي على القرش، هيسوى معاك عادي. لاحظوا معايا، شوف كده سوى التحدي، شايفينه؟ هذه كانت تحديات أهداف موسم إضافية الأسبوع 13 أو 13. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.